ستين زهروطة وافرح وزقطط بعد ما ضيعت العربية والمصلحة اللي كانت جاية لنا من وراها وراجع لي ايد ورا وايد قدام. الله 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 الله، وليه العوض ده بس يا زبدة؟ ما تحمد ربنا. بوسي ايدك وشي وظهري يا عبيطة، ده لولا الجماعة بتوع الاخوان طبوا على الاسم وهجموا عليه وفتشوا القعدة كان زمان دلوقتي بثلاث اربع سنين مرقة كمان. الواحد يحمد ربنا على النعمة، لكن على الفار وخيبة الأمل يحمده ليه؟ ليه بس الكلام ده؟ ده أنا أول مرة تخيب مني من سنين. بلاش البوز ده، بلاش عشان خاطري. حتى بتاتين، حتى بتاتو، حتى بتاتاتيريتاتيتو، يلا، ولا ما تروق يا جميل. خلصت الوصلة؟ اقفل الراديو بقى. الحمام جاهز يا جوز أختي. مشكرين يا وردتي. بقول لك ايه، ساعد اختك كده اعملي لي لقمه على السريع على ما اخد حمام. حاضر. يوه بقول لك ايه، بتيجي تحكي ضهري عشان الايد قصيره ما بطولش. بناقص عنك ما طولته، وانت كمان عايز تطوله. بلا وكسه. جده جده، صباح الخير يابا. الحمد لله على السلامة. الفوطة يا جوز أختي كنت ناسياها. صباح الفل يا وردة. صباح النور يا أسامة. إيه حكاية إسماعيلية دي يابا؟ وفين سايب؟ أكيد كل حاجة بعدين، مش وقت بقى. افتح الباب. أيوه. زبدة، ما تيجي حتى بتاتا، حتى بتاتا، حتى بتاتا، حتى بتاتو، يلا. يلا. بابا حبيبي، قلت لي إيه معاك؟ أهلا أهلا. احلى حاجه في اخوك الصغير ده اللي بيحبني لله في لله. ابو السيد ده طلع عامل رجوله وجدعانه. كشف لي الملعوب اللي كان عامله ظبط المباحث، كان وزه عليا، انما هو ايه، طلع رجوله. وفي الظروف بتاعته دي، في الرطوبه الاجتماعيه اللي محوطاه من كل ناحيه دي، كان ممكن يعمل اي حاجه عشان يخرج هو وابوه، انما طلع مجدع. تسلم ايدك يا بورع. الف حمد لله بالسلامه يا سيد المعلمين. الحمد لله بالسلامة يا سيد يا مجدع. تسلم يا برعي. آخرة الشقاوة عيش وحلاوة. خد ده أبو السيد تذكار مني ليك. تذكار يا معلم؟ أنا ما صدقت فكيته. خلاص نضمه للمتحف. كمان عندي متحف بحب أحتفظ فيه بكل الأواسيم والناشين اللي حصلت عليها. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. أستأذن يا معلم. الله، على فين أبو السيد والغادة؟ إلا تمشي داية. وحياه بيبي ما يحصل ابدا، ده احنا دابحين 10 خرفان و20 دكر بط و30 جوز حمام وهنشوي كمان. لا واضح ان في مشكله ارقام في البيت ده يا باشا، معلش لازم استاذن بس عشان اطمن على ابويا. طالما ابوك يبقى براحتك يا ابو السيد. برعي هات فرش حمامه يا معلمي، وتطلع العربيه الجديده من الجراج توصل بيها ابو السيد الحته اللي هو عايزها، وتقول له تصبح على خير يا سيد بيه. والله ما عارفين نودي جمايلك فين يا معلم بيبي. خد ابو السيد، ده أقل واجب يتعمل معاك. تحية مني لرجولتك وجدعانتك، والرجالة هتوصلك بيه لبر الأمان. إيه ده يا باشا؟ الموت الأخير. ده غير قبضة التنين خالص. صباح الفل. صباح العشق. امسك طر على قلبك، خمس دقايق والبروفيسور سيد بشرية يكون وصل. ماشي يا عسل، هتتبسط معانا والله. كتر خيرك يا عسل. شكرا. شاكرين يا رجاله. سلامنا للباشا، كنتوا اقعدوا. طب اشربوا حاجه. سيد بشرية، ايه ده؟ ايه يا سيد؟ ده يا سيد، ايه يا اخي؟ ايه الوش الفورميكا اللي انت مديهولي ده؟ انا يا سمعه استنجد بيك تحلق لي. ماشي يا سمعه. ربنا ما فاكر حاجه، ما انت عارف البلبعه واللي بيحصل لي. عيب عليك، ده احنا اصحاب عمر. دي غلطه عمر يا اخي. بقول لك ايه، انا معايا مصلحه في الجول، حته زبونه نقطه في العربيه. بقول لك ايه، خليها لك، اطلع من دماغي بقى، انا مش من امبارح يا سمعه. هطلع من دماغك بس في 1500 جنيه يخشوا جيبك. اتفضل يا ست الكل. ماما ماتت وسابتنا اختين، شرعا ابن عمي ليه اتمرسنا، والبنك رافض يسلمنا المراس غير في وجود ابن عمي، وابن عمي في استراليا ورافض يجي عشان حسيته في المراس مش هكمل ثمن التذكره رايح جاي. الحل اننا نقدم شهاده وفاه مع اعلان الوراثه للبنك عشان نقبض انا واختي، وبعدين ابقى ابعت لابن عمي نصيبه. ولا ما تبعتلوش، انت مش فلوسك جاهزه اهي. على البركه.
سكوت تام بقى، ما اسمعش نفس لحد ما نخلص. شكرا. البقاء لله. اللي ما شفنا لها حد، لا راجل ولا ست، من ساعة المرحومة ما ماتت امبارح. طول عمرهم مقطعين من شجر، لا حد بيزورهم ولا بيزوروا حد، حتى الله يرحمها كانت بالروية، والبت طالعة في حالها برضه. سالم بالجرح في انتظار حضرتك في الهول تحت. سالم الجرحي؟ طب شوفيه يشرب ايه وانا جايه له حالا. اهلا اهلا سالم بيه. أنا متأسف إذا كنت جيت لك من غير ميعاد، بس أنا تقريباً ما نمتش من امبارح. باين عليك من غير ما تقول، استريح. أنا راحتي بين إيديكي. أنا عايزك تشوفي الفنجان تاني وتتأكدي إذا كان اللي شفتيه ده صح ولا لأ. اللي شفته ساعتها قلته. شوفيه تاني. ما ينفعش يا سالم بيه. قريت الفنجان بالنسبة لي دي حاجة مش عادية. دي بتبقى حالة ما أقدرش أتحكم فيها. لا بقدر أدخل ولا أخرج منها بمزاجي. يعني إيه؟ يعني أنا هموت مقتول السنة دي؟ بعد الشر عليك، الأعمار بيد الله. بعدين ياما حاجات اتقالت وما حصلتش. لا إلا أنتِ، مفيش حاجة قلتيها ما حصلتش. فاكرة مريم بنت إسحاق بتاع الدهب لما شفت لها الفنجال وهي لسه عروسة جديدة وقلت لها إنك أنتِ شايفاها لابسة أسود، ما عداش أسبوعين وعريسها كان مات. فاكرة لما قلت إن الرئيس مش هيكمل مدته وإن ابنه مش هيستلم بعديه وغير